صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك؟ حياك الله. اهلا وسهلا. كيفك؟ اوه شو هالحلو، كم انت رائع. الله يسعدك. كيف حالك تيسير؟ الله يسعدك. يي ما احلاه. شو عرفنا على هالموهبة الحلوة ومحضر لنا دنيا دنيا كمان. دنيا واو. دنيا جاهزة. اسمع وحدة جاهزة هاي اوريدي. شو بدنا احلى من هيك يا عيني عليك يا تيسير. اوه طيب قولي لنا كيف بتبدا؟ ببدا اول شيء محدد على الزجاج. بتبين. محدد على الزجاج. اول شيء ببلش فيه تحديد. هلا اول شيء انت بتكون مخطط على هاي الزجاج او راسم على ورقه؟ ما راسم على ورقه. اوكي تمام. نبلش؟ بلش. يا تمام. هذا شو اسمه اللون اللي عم تستخدمه؟ ايه هذا شو بده مهاره؟ اسمه محدد كنتور. هذا بس بده مهاره لتعمله بهي الطريقه صح؟ بده وقت. انا رح اتعلم عليه. شو حلو شغلك يا تيسير، كم انت رائع. الله يسعدك. اذا انت راسم على او زي ما تقول عملت برنت اوت لصوره معينه بالضبط، وهي على ال اوكي امسك هيك سوري. اوكي اذا انت عملت برنت اوت لمثلا تخطيط معين او رسمه معينه بالزبط. بتحددها بهذا القلم ذهبي دائما ولا ممكن يكون في الوان؟ في الوان. في شيء عامله اسود انت؟ ذهبي فضي احمر. ايوه. طيب وبعدين؟ بعدين بيجي مرحله تصب الالوان. قد ايه لك عم تشتغل على هالموهبه؟ حوالي 8 سنوات. عم تستمتع فيها؟ هي كثير. كيف تطورت فيها؟ كيف بديت وكيف وصلت؟ والله انا بحب الرسم من وانا صغير بعدين درست جرافيك ديزاين تصميم. هذا اللي ونميت. قد ايه ساعدك دراسه الجرافيك ديزاين بهالموهبه؟ والله ساعدت. بتدخل الكمبيوتر بشغلات معينه. ايوه. وعشان تسوي الاوتلاين هاي. حلو. طيب تيسير احكي لنا لو سمحت شو نوع الالوان اللي بتستخدمها؟ ايش اسمها؟ الوان فرنسيه خاصه بالزجاج. الوان خاصه بالزجاج. أيوة. حلو. وانت موهبتك تحديدا الرسم على الزجاج، ما بتعمل شيء ثاني؟ لا بس رسم على الزجاج. حلو حلو. هي مهنتي كمان. مهنتك كمان. بتبيع. برافو عليك، يعطيك العافيه. بتعملها كثير حلوه. يعني لو بتتعامل مع مهندسين الديكور مثلا انك تعمل ديكورات لفيلل لبيوت لابواب خشب. انا هاي كثير حبيتها. مقدم احلاك. طيب شو اسمه قلنا كمان احكي لنا عن الموهبه اكثر، يعني كيف بتتطور فيها، شو بتحب الناس تعرف عن هاي الموهبه عنك انت كتيسير. هلا الموهبه بتدخل البيوت، الفيلا، القصور، بواب الخشب، كثير يعني ديكورات ديزاينات. اوكي ايوه. وانت كيف حسيت حالك مع هالموهبه؟ يعني مستمتع فيها؟ كيف لقيت حالك تطورت كشخص تيسير يعني لما بديت الموهبه لبعد هالثمان سنين وصلت لهالمجال فيها؟ الحمد لله. طبعا الفضل لوالدي واهلي اللي مساعدوني وصلت هون، والحمد لله. حلو. عندكم حدا موهوب بالعائله؟ والدي. طب تقدر تكمل نشوفك؟ يلا. انت كنت شو اسمه حابب تشوف انا شو اسمه؟ ليش هيك عم بحكي؟ مش عارف. انا لازم ارتخي مش يا شايف. اوكي هلا احنا الشخص الرائع بحياتك اللي هو زوجتك بعثت لنا وقالت لنا انه عندك هاي الموهبه. مشكوره كثير. صح. وفريق الاعداد لما شافوا هالموهبه قالوا لا عن جد تستحق الاستضافه، فكل الشكر لزوجتك. اكيد هي بتكون مساندتك وفخوره كثير ايضا فيك. مزبوط. شو حلوه. بتعرف انك شاطر بانتقاء الالوان، عندك كثير ذوق بانتقاء الالوان. انا متاكده انه دراسه الجرافيك ديزاين ساعدتك انك تحطها في الاطار الصحيح الموهبه الالوان وكذا. صح. مزبوط. صح. اوكي الون الون. اوكي هاي بس اسمع اكيد بدها كثير ممارسه لتقدر، لانك ما بتقدر تغير الخط يعني لما تحط الخط خلص بدك يكون كثير دقيق. مزبوط. لانه بصير الخط يرج ما بيطلع لا بدك هاي هي. هدول قلت لي اسمهم الوان فرنسيه. ايوه. هي خاصه بالزجاج الوان زيتيه. بس هون كيف بيطلع معك كأنه شفاف أو كأنه بخايل اللون؟ هي ألوان خاصة بالزجاج بكون فيها نسبة شفافية. هون لا بس لأنك عم تستعمل أسود. هاي مثلاً حتى الأسود فيه شفافية. طيب. أنت بتخلط الألوان لتطلع الدرجة اللي بدك إياها؟ بالضبط. في ألوان جاهزة في ألوان بنخلطها إحنا نطلع الدرجة اللي بدنا إياها. أيوة. قدي بده وقت مثلاً لينشاف؟ بده تقريباً 5 ساعات. إيه بتعرف انه هالايام على الكمبيوتر كثير بتطلع تقدر تطلع بزخارف رائعه. في ماكينات خاصه. يعني بتجهز على الكمبيوتر وبتعمل برنت انك تطبع ورقه.
طب بما انه هذا يستخدم على الابواب والشبابيك والديكور، كيف ممكن تنظيفه بحيث انه ما يخرب؟ عادي بمية بايزي باي عادي. ما بيروح ما بيروح. والله حلو، كيف لقيته هيثم؟ رائع فعلا. يعطيك الف عافيه. لا عن جد تيسير، كم انت رائع. اسمع هاي لازم نبروزها، اللي بعثت لنا اياها دنيا دنيا عن جد كثير حلوه. مقدمه. واو. عندك صفحه على فيسبوك لشغلك تيسير؟ في صفحه باسمي تيسير الحوراني. تيسير حوراني بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي، عشان اذا ناس هلا عمالهم بتابعونا وبحبوا يعرفوا اكثر عن فنك او ممكن يتعاونوا معك اكثر مهندسين ديكور او ناس مثلا بدهم يعملوا ديكورات لبيوتهم. تيسير حوراني. تيسير حوراني بالانجليزي. بالانجليزي. كنت بدي أسألك، عادة الواحد لما بده يدرس فن جرافيك ديزاين بيكون توجه الأهل إنه لا أدرس لك إشي تاني، هل كان في هذا التوجه من أهلك؟ لا بالعكس، شجعوك. برافو برافو، لأنك بالفعل موهوب تيسير، كتير حلو شغلك، كتير موهوب وكتير عملت صح إنك درست جرافيك ديزاين. بدك تكمل؟ شو بدك؟ مش عارف. إحنا مستمتعين وإنت عم تشتغل. طيب نحن فعليا هيك يعني للاسف انتهى وقتنا، انتهى وقت البرنامج كامل، بس انت بامكانك تكمل شغل استاذ ونحن مع نهايه يعني مع اشاره البرنامج راح يعني نكمل تصوير معك، بتكون خلصت تقريبا. هي هي الجاهزه اللي عملنا اياها. شكرا جزيلا لك. شكرا تيسير حوراني، اهلا وسهلا فيك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح.